يعني يا أستاذة سارة، عايزة أعرف منك تجربتك والتحقيق الاستقصائي اللي عملتيه فيما يخص تطبيقات التعارف، وجدتي إيه اللي أنت شفتيه من خلال هذا التحقيق؟ اهلا بيكي يا استاذه هدير، واهلا بالدكتوره. ومبسوطه ان الموضوع ده بدا يتفتح بشكل اوسع شويه من فترات قبل كده. الحقيقه ان الموضوع بالنسبه لي ما كانش هو تحقيق استقصائي قد ما هي كانت بدايه تحقيق. انا طلب مني عندي في شغلي ان انا اعمل مقارنات ما بين الديتنج اب وما بين البرامج الخطبه زي ما حضراتكم بتقولوا كده، بقى اللي هي البرامج اللي قايمه على الجواز الدايركت. فتقال طب ما تيجي نشوف مقارنه ما بين البرامج اللي تخشي من نفسك تعومي في العالم دوت وتقابلي اللي تقابليه وتكلمي اللي تكلميه، وبين العالم الثاني اللي بتسيبي فيه بياناتك وتفاصيلك وتخرجي، وانت وحظك بقى مين هيبعت لك ومين هيقول لك انه عايز يشوفك. وكل حد عايز يعلن عن الحاجه اللي نفسه فيها هيعمل ده بوضوح جدا. فما مجرد ما بتفتح الكلام مع الطرف الاخر انت حاطط بيانات عن نفسك بسيطه. فالطرف الثاني بيقول لك والله انا داخل هنا، وعلى فكره بيكونوا مستويات اجتماعيه الاغلب عاليه، وده فعلا برضو جزء من الدكتوره كانت بتقوله في الابحاث اللي اتعملت كده، او بيدعوا ده. فبيبقى الحكايه كلها ان انا داخل عشان 1 2 3، ايه الاخبار، انت موافقه كده. يعني فالحكايه دي لا هو تطبيق للتعارف الجاد، ولا هو تطبيق يعني يمت لمسألة الزواج بصلة من خلال لا معايشتك خالص داخل هذا التطبيق. بالظبط. وفي بيتقال انا متجوز وداخل السله، هو بيتقال كده فعلا. وفي اللي بيتقال وعمليات ان هو النصب كمان يا سارة، يعني كتير جدا من عمليات النصب تمت سواء بالنسبة لرجال أو فتيات من خلال هذه التطبيقات. عمليات النصب هنا كانت بتحصل للاسف من يعني البنت هي بتنصب على الولد، وعن طريق كروت الشحن بمنتهى الوضوح. يعني الراجل هنا ما عندوش مشكله ان هو يتكلم ويهزر ويضحك، بس للاسف في بنات بتقول لك طب والله لو عايز تكلمني بالطريقه دي طيب ابعت لي كارت شحن ب 100، ابعت لي كارت شحن باي رقم هي عايزاه. وكل لما هتطلب اكتر هي كمان هتضطر تعلي التارجت بتاعها اكتر. فالنصب هنا بيحصل اكتر من ناحيه البنات، لكن الولد هو مش فارق معاه حاجه، هو جاي يضحك ويهزر، وان اللي هو الوان ديت او الوان مان شو اللي هو او الوان نايت شو، ان انا جاي ليله ابسط ارغي اتكلم واخرج، مش عايز اكتر من كده اطلاقا. طيب استاذه ساره، ازاي البنات بتوافق انها تدي معلومات عنها بالشكل ده وهي شايفه انه هيتم استغلالها ضدها، وممكن لا قدر الله بقى بيحصل البلاوي يعني من هذه التطبيقات؟ لا الحقيقه هم كحاجه تكنولوجي هم اشطر من كده، هم بيحاولوا يغروكي بالمساحه الامنه دي وبيغروكي بيها. بمعنى انت ممكن ما بتقوليش اي حاجه عن نفسك الا اللي انت عايزه تقوليها، يعني عايزه تقولي سنك، تشتغلي فين لو انت عايزه تقولي كده. وبعدين البوكس اللي بتفتح للشات بمجرد ما بتقولي ان انت مش اون ماتش، مش عايزه تتكلمي معاه تاني، البوكس بيختفي بكل الكلام اللي فيه بقى، الا لو انت اتكلمتي بطريقه خارجه مثلا فهو عمل لك سكرين شوت فجي بعد كده بتصدق بالكلام ده. لكن في كل الاحوال محدش بيدلي معلومه عن نفسه الا اللي عايز يقولها. يعني انا عايز اقول مكان شغلي بقول مكان شغلي، عايز اقول انا بشتغل ايه اصلا فدي حاجه ترجع لي انا. فما اعتقدش ان في حد بيقول معلومات عنه حد الا عرض بعد عليك كده. ياخد نمرتك نكمل الشات على اي يعني طبعا ابلكيشن تاني؟ طبعا طبعا، لان ده مراحل، انت بتعملي الكلام ده مده يومين ثلاثه، هو بعد كده الطرف الثاني هيبقى زهقان، ما انا عايز اشوفك، عايز اتكلم معاكي بالتليفون، فاللي هو هو بعدين. طبعا تعالي نتكلم واتساب، تعالي نتكلم انستجرام واشوف صورك اكتر والكلام ده. هي بقى الفكره كلها ان اللي بره البحر عويم، يعني اللي هو كل واحد بره فاكر ان الموضوع انا كل حاجه تحت السيطره، انا ما حدش ياخد مني حاجه مش عايزه اقولها او مش عايزه اعملها او انا عارفه اسيطر على نفسي. فالموضوع مش كده، هو الموضوع نداها. انا داخله عشان حسب الروايه اللي انا عملت الموضوع روايه، يعني انا دخلت بعد كده قررت ان انا اخلي تجارب البنت جوه هنا كانها روايه. بنت عندها 35 سنه فعلا متعطشه لوجود طرف تحبه وتهتم بيه ويهتم بيها، الاحتياج فبتقرر تدور العاطفي على يا الضاله سارة، ديت. بالظبط، احتياج عاطفي بحت. زي ما دكتور رشا فهي كانت بتتكلم مسألة الاحتياج العاطفي. دكتور عايزة تسألي سارة عن حاجة؟ لا أنا كنت بس عايزة أقول في النقطة بتاعت إن مفيش بنات بتدي معلوماتها أو كده، هم بيدوها لو اتعرضوا لنقطة الضعف من قلة الخبرة، هي مش بتديها عشان هي عايز تديها، لا هي بتتعلق بيه فعلا. يعني في بنات فعلا بتتعلق بيه وبتصدقه وبتبدأ تديله معلومات وحاجات،
وكل حاجة عنها، يعني لو هو عايز يعمل أي حاجة هيعمل. ففي نوعية من البنات موجودة بتعمل ده فعلا. أنا كمان عايزة أسألك يا سارة عن الأعمار، هل عندك أي يعني إحصائية لأعمار الناس اللي بتستخدم التطبيقات دي سواء من الشباب أو من البنات؟ لأنه الحقيقة إن الواحد كمان يخاف على المراهقين والمراهقات والمراهقات إنهم يدخلوا في هذه التطبيقات. لا، هو اللي كان ملاحظ، انا جربت الابلكيشن ده وكان تندر فعلا، كان نفس الابلكيشن الدكتوره بتتكلم عنه، انا جربته حوالي شهرين، اغلب الاعمار كانت فوق ال 30، بالعكس ما كانش اقل من كده، يعني حتى الرجاله بقى كمان 36 38، واغلبهم زي ما قلت كده بيكونوا متجوزين اصلا. والبنات اللي انا لما كنت بسال بقى الرجاله، ان انا في اوقات كنت بضطر اقول للراجل اللي بكلمه ان انا بعمل استطلاع راي، ان انا بتكلم عايزه اعرف معلومات اكتر، كان في ناس بيتجاوبوا بيحكوا لي حاجات. فاغلب البنات برضو بعد سن ال 35 اللي هي برقت دايرتها تقل من تواصل الطبيعي في الحياه، سواء شغل مش بيتيح ليها ده، سواء دايره عماله اجتماعيا بتقل حواليها، فمضطره بقى انها تدور في عوالم ثانيه. دي نقطه مهمه جدا يا ساره. الثلاثينات تقريبا.